الخزنة، مسابقة للعباقرة فقط. للعباقرة فقط. التحيات، كل التحيات لكم مستمعينا، يسعد لي مساكم وين ما كنتوا، دايما عم تتابعونا دايما عبر أثير راديو الغد. الخزنة ابتدى. تحية من القلب لكم مستمعينا، يوم جديد وتحدي جديد دايما معكم مستمعينا بالخزنة. دايما هناك رابحين معنا لحتى يربحوا معنا الدولارات وتربحوا أيضا أنتوا المعلومات. وما تنسوا كمان في عنا سؤال الحلقة اليوم، وهو سؤال: ما هو الطائر الذي كلم سيدنا سليمان؟ من هو؟ مين؟ عم تهدهد يا حسام؟ هدهد لي لهدهد لك. بكل الأحوال فيكن تبعتوا مستمعينا اتصالاتكن، أو فيكن تبعتوا عفوا إجاباتكن عبر تطبيق راديو الغد، ما تنسوا أيضا عبر الأسماس فيكن تبعتوا قد ما بدكم. مثل الأسبوع الماضي أكتر حدا بعت هو أكتر حدا دخل اسمه بالقرعة وفاز معنا ب10,000 دينار عراقي. أكيد كل التحيات لكم مستمعينا لتربحوا معنا المزيد والمزيد. تابعونا. هناك الكثير مستمعين من الأسئلة اليوم بانتظار الإجابة عليها، وما تنسوا كمان مستمعين أنه في خزنات كتير اليوم قد تصل الخزنة إلى $1,000. خلوكن معنا مستمعين وتابعوا معنا أكيد الأرقام اللي رح تواصلوا معنا فيها. ولكن بالبداية بدي أقول مرحبا لأحلى حسام اللي مرافقنا بيا الإخراج، وهذه تحية مني أنا جورج غرام معكن إعدادا وتقديما. فضل حسام. للتواصل أكثر والمشاركة في برامج راديو الغد اتصل على كورك 0750-555-8889 0750-888-1115 أسيسيل 0772-888-1115 وعبر الفايبر والواتساب 0737-777-337 وللتواصل عبر الاسماس 0772-882-3838. رح نبدأ مستمعينا اتصالاتنا معكم، ورح نبدأ بالتحدي الكبير اليوم. رح نبدأ بأول اتصال معي وردة الحب. يسعد لي وقتك وردة الحب. ألو، أهلين، مساء الورد. مساء النور. يا أهلا وسهلا، يسعد مساك يا وردة الحب. جاهزة؟ تحياتك للكل. يلا هلا نبلش. يلا وهسه الخزنة بيها $200. $200 بانتظارك وردة الحب. قولي ستوب. إن شاء الله. معلومات عامة. معلومات عامة. يلا منيحة، حظك حلو بالبداية. يلا ظريف جدا. إن شاء الله. المعلومات العامة. يلا رح نشوف بس شو سؤال المعلومات عامة. دي أوكي. يلا. إن شاء الله يا رب سهل يكون. يلا. أوكي. سؤالي لألك يا وردة الحب. تستخدم الموبايل أكيد، ها؟ إيه نعم. تمام. بسمع كثير على الإنترنت. أوكي معك. تمام. بس يعني بتعرفي التطبيقات اللي بتنزل على الموبايل، مظبوط؟ لا. تطبيقات فيسبوك، لا واتساب، لا. جوجل، كذا، مثلا يوتيوب إلى آخره. لا لا ما عندي إنترنت أصلاً. ما عندك إنترنت أصلاً؟ إيه طيب نعم. يلا أوكي. طيب نسألك غير سؤال تكرامي. يلا أوكي. سؤالي لألك يقول. يلا أوكي. نعم. سؤال سهل جدا 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 جدا، بس اكيد اكيد بدك لازم يكون عندك معلومه لهذا السؤال. ان شاء الله. أوكي. يا رب. انتبه على سؤالي. في اي عاصمه اسيويه يقع تمثال الكلب هاتشيكو التذكاري؟ هاتشيكو الكلب اللي نعمل له فيلم وهو قصه حقيقيه لكلب بينتظر صاحبه. باي عاصمه انا قلت؟ طوكيو. برافو، احسنتي. ها شفتي ما احلاكي، برافو عليك. ان شاء الله. انا بنصحكم تشوفوا هذا الفيلم، اسمه هاتشيكو، فيلم رائع جدا 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 وانساني جدا جدا جدا. يلا يا وردة الحب. ان شاء الله. انت تختار. انت اختاري. يلا سؤالك من اي فئه؟ فنون. فنون من عندي او من عند حسام؟ ان شاء الله. اسم اغنيه من عندك ان شاء الله. من عندي؟ لا انا ما في عندي اغنيه من عندي، عندي فنون من عندي. ما بعرف شو بيطلع لك، بيطلع لك يمكن كتاب، بيطلع لك مسرحيه، بيطلع لك كذا، ما بعرف شو. بس نسالك سؤال هلا يعني عند حسام.
صار في شغلة جديدة هلا عند حسام، انه صار في حسام يسمعكم شيء من افلام كرتون رسوم متحركة. يلا شو؟ يلا من حسام، من حسام. يلا من حسام رح نسمع شوي صغيرة من، لأنه بتعرفي أنت الشارات هي قصيرة ما كتير طويلة. رح سمعك أول الموسيقى، بتقولي لي موسيقى أي فيلم كرتون هذا، أوكي؟ إن شاء الله. فضل حسام. شو هاي؟ ما بعرف اسمها. مرة تانية سمعنا يا حسام، معلش. يلا. إيه نعم يلا. شو؟ المحقق كونان. سمعنا حسام. كابتن ماجد. تحياتي. شكرا يا وردة الحب، يلا هارد لك بسيطة المرة الجاية إن شاء الله بتحزريها، وأكيد كل التحية أكيد لك. من وردة الحب ننتقل إلى محمد. مرحبا يا محمد. ألو. السلام عليكم. وعليك سلام الله، تحية كبيرة لك. تحية لك وللمخرج كل من يسمعني جاهز. تسلم لي يا حبيب القلب. يلا يا محمد، هل أنت جاهز؟ إن شاء الله. لننطلق يا محمد، يلا. وهسه الخزنة بها 300 دولار. 300 دولار عطاك، يلا محمد قول ستوب. تاريخ. تاريخ. يابا هاي شنو جغرافيا تاريخ؟ يلا شو بدك تعمل؟ يلا بعينك الله، ماشي الحال. عيوني ان شاء الله ونعمة بالله. يلا اوكي، سؤالي لك يقول، سؤالك سهل على كل حال، يلا جاهز؟ يلا. في اي دولة عربية يا محمد قامت مملكة حمير؟ حمير. في السعودية. في العراق. في اليمن يا صديقي، هارد لك. على كل حال انتوا هلا فهمتوا طبيعه البرنامج، على كل حال بس الفكره انه قد ما بدكم بعتوا بعتوا بعتوا، يعني هلا بلشت تجيني رسائل بالعشرات، لسه ما وصلنا للمئات، اوكي؟ لسه ما وصلنا للمئات ولا ما وصلنا لسه للالاف. انا بدي اياكم تبعتوا لي رسائل قد ما بدكم، لانه كل ما كثرتوا رسائل كل ما بتزيد فرصكم بالربح لتربحوا 10000 دينار عراقي على الموبايل. يعني انتوا نزلوا تطبيق راديو الغد، ادخلوا على تواصل معنا، ادخلوا على الخزنة، بعتوا اسمكم الثلاثي والجواب ما اسم الطائر الذي كلم سيدنا سليمان، تمام؟ ما اسم الطائر الذي كلم سيدنا سليمان، يعني بعتونا اسم الطائر بالرسالة، وفيكم تبعتوا 500 1000 2000 3000 مرة قد ما بتكون، كل ما بعتوا كل ما بيزيد فرصكم بالربح أكتر، أو عن طريق الأسماس إذا حبيتوا كمان تبعتونا كمان اسمكم الثلاثي والخزنة والجواب الصحيح. ناطر تبعتونا بالمئات، أوكي؟ ما بيرجع عيد. يلا يعني قاعد لافف رجل على رجل وقاعد ومرتاح بالبيت وقاعد على المبردة على المكيف على التكييف وعين الله عليك وعم تبعت بعت قد ما بدك. يلا أوكي لسه في معنا للساعة 5 إلى 10. يلا أوكي ناطر تبعتونا. يلا كل ما بعتوا أكتر كل ما بتزيد فرصكم الربح أكتر. منقول مساء الخير للياس. هاي يا ألوس، كيفك يا الياس؟ شو أخبارك؟ والله الحمد لله. حبيبنا وحبيبه لحبيبنا يا الياس، أهلا وسهلا فيك، كل التحية لك. جاهز يا الياس؟ جاهز إن شاء الله. لننطلق. وهسه الخزنة بيها 400 دولار. الله عم يعلو شايف. يلا 400 دولار بانتظارك. ونستوب. جغرافيا. اها جغرافيا، يلا منيحه. والله كنت اتمنى يطلع لي فيلم كرتون مثل ايه، ما كل ما يتمناه المرء يدركه. يلا اوكي جاهز؟ جاهز. يلا اوكي، السؤال يقول، ما هي الدولة التي تشترك مع كازاخستان في ثاني أطول حدود برية في دولتين في العالم؟ ما هي الدولة التي تشترك مع كازاخستان في ثاني أطول حدود برية بين دولتين في العالم؟ روسيا، إيران. أعطيني جواب. يعني واحدة منها صح؟ أعطيني جواب، ما بعرف. روسيا. روسيا جوابك صح، برافو عليك. يلا سؤالك الثاني والستوب. علوم. علوم. شو جاك؟ علوم. يلا اوكي في العلوم. بتعرف بتعرف الديناصورات؟ ما بتحب الديناصورات صح؟ والله احبها بس ما عهدتها. شو اكيد ما حدا عهد. أكيد. شوف بدك فيزياء ولا كيمياء ولا هيك شغلات أنت، ولا بدك سؤال عن الديناصورات؟
والله انا في عندي سؤال جاهز. نعم. ايه صارك يا والله ده بسيط وتعرف اني جاوب عليه اسال. ما في شيء اسمه بسيط، ما بعرف اذا بجوز بسيط عندك بجوز بسيط عندي بجوز عندك ما هو بسيط ما بعرف. شو يلا بسرعه قرر. كيف يلا لوس. يلا سؤالي يقول: عصر جيولوجي تميز بظهور الديناصورات العملاقة وأنواع أخرى من ذوات الدم الحار، فما هو؟ شو اسمه العصر اللي كانوا فيه الديناصورات؟ العصر الحجري. شكرا يا ناس، هو الجوراسي، العصر الجوراسي. هارد لك، سؤال سهل راح من ايدك. قلت لكم انا بجوز السؤال عندي سهل بجوز عندك ما هو سهل، بس هو معروف جدا هذا العصر، هو العصر الجوراسي. ايضا وايضا مستمعينا كمان في معنا ايضا اتصال جديد معي ابو صقر. مرحبا يا ابو صقر، كيفك؟ مرحبتين، اهلين استاذ. اهلا يا حبيب القلب، جاهز يا ابو صقر؟ جاهز ان شاء الله. هل انت جاهز؟ يلا لينا انطلق، انطلق يا حسام. وهسه الخزنه بيها ايوه 100 دولار. يلا 100 دولار يا ابو صقر ونستوب. فنون، فنون من عندي او من عند حسام؟ بدك سؤال من عندي او من عند حسام؟ من عندك نفس الشيء. من عندي او من نفس الشيء. طيب يلا اوكي، يلا سؤالي لك كمان توقع سهل، جاهز؟ جاهز ان شاء الله. سؤالي لك يا ابو صقر، البحتري، بتعرف انه البحتري هو كان شاعر بالعصر العباسي صح؟ ايه. بتعرف شو اسم البحتري؟ لا والله. اوكي، هو اسمه الوليد بن عبيد الطائي، تمام؟ خلص تمام. لكن سؤالي لك يا ابو صقر، شو يعني اسم البحتري؟ ما معنى هذا الاسم؟ الحوت. شو هو عفوا؟ الحوت. البحتري، البحتري اسم شاعر، شلون الحوت؟ ما معنى اسمه جاي تقول لي؟ ايه معنات اسمه البحتري، هو باللغة العربية بتعرف شو يعني البحتري؟ البحتري هو قصير القامة. هارد لك يا صديقي ابو صقر، مو الحوت. شو ابو عنتر هو؟ ابو عنتر الحوت. يلا ننتقل كمان مستمعينا الى اتصال جديد، بدي اقول مرحبا لسيف. مرحبا يا سيف، كيفك سيف؟ شو الاخبار؟ حبيب القلب، اهلا وسهلا فيك يا سيف، كيف الامور؟ تمام؟ حياتي لك يا وردك. تمام حبيبنا. يلا يا سيف جاهز؟ ان شاء الله جاهز. يلا لننطلق يا ابو السيوف. خزنا بيها 500 دولار. عظيم، 500 دولار يا سيف، يلا انطلق واقول ستوب. انت تختار، انت اختار يا سيف. فنون. كمان فنون من عندي او من عند حسام؟ من عند حسام. اوكي رح نسمع من عند حسام. شو حسام، افلام كرتون ولا غنية؟ بدك افلام كرتون ولا غنية؟ لا افلام كرتون. افلام كرتون كان اسهل. يلا اوكي، افلام كرتون رح نسمع. اوكي بتقول لي لاي فيلم كرتون، لاي مسلسل هذا؟ اوكي اوكي انطلق حسام. يا سلام، غير الأرض السعيدة. شو؟ في الغابة قانون يسري في كل مكان، قانون لم يفهم، قانون لم يفهم مغزاه بنو الإنسان. شو بيكون بالغابة وما في إنسان؟ شو؟ في حيوانات وكذا. مين؟ ليلى والذئب. ليلى والذئب ولا مين؟ ولا موكلي. إيه انت شو بدك؟ طيب قل لي يلا بسرعة، ليلى والذئب ولا موكلي ولا شي تاني؟ قل لي ليلى والذئب اعتقد. والله حلو، ليلى والذئب. سمعنا يا حسام. موكلي يا سيف، راح عليك موكلي. ما هو انت قلت موكلي، وقف عند الموكلي. ليش رجعت على ليلى والذئب؟ ليش حسام بتتذكرها هاي الموسيقى؟ لحظة شوي، استنى استنى استنى، سمعك يا موبايلي. تتذكروا هاي؟ شو هاي كانت؟ هاي وقت بيطلع شريخان، كان تتذكروا وقت بيطلع شريخان النمر فظيعة. يلا اوكي ننتقل من سيف الى محمود. مرحبا يا محمود، كيفك محمود؟ الو ابو حنفي. مساء الخير، تحياتي لك. اهلا وسهلا، يسعد لي وقتك يا محمود الغالي. محمود شوي ضايع. يا اهلا وسهلا. يا مرحبا محمود، برشلونة خطية من سراحة نتقبلها بالله. يلا حبيبي فداك. محمود جاهز؟ جاهز. انطلق وهسه الخزنة بيها
ماهو كلي ماهو كلي. يلا محمود 100 دولار، حذرت ولا ماهو كلي انت؟ حذرت ماهو كلي قبل شوي ولا ما حذرت ماهو كلي؟ لا انا عبالي سنان سنان، والله شفتها فيها فكرة والله ظريفة. يلا اوكي جاهز، يلا محمود قول ستوب. علوم علوم طبعا ابانا رياضه شيء والله العظيم، والله علوم طلع لك علوم يا ابن الحلال. جاهز؟ ما تبدل على الرياضه استاذ، احنا خسرانين خطيب ميسي راح، هذا ما هو لانك خسران بالرياضه شو بقى بدك، خلاص تعرفت الرياضه كلها. يلا اوكي يلا جاهز. يلا سؤالي لك يقول يا صديقي، كوكب المريخ تعرفه صح؟ نعم. شو لونه؟ والله مو هون السؤال، ما هذا السؤال ما تعرفه انت، لحتى اسالك شو السؤال اللي بعده، ما هو مو هذا السؤال، هذا سؤال كتير سهل. ما هو كوكب المريخ لونه احمر، معروف بالكوكب الاحمر، ما هيك؟ انا سؤالي لك يا محمود عن المركب الكيميائي اللي بسببه صارت هاي التربة حمراء، شو اسمه هذا المركب؟ والله من هي ما عندي معلومة. جرب اعطيني اي شيء. طيب لحظه شوي، هي بالمنطق، فكر فيها بالمنطق، كيف بيصير لون لون الشغله لون المعدن احمر؟ شو بيصير احمر يصير يعني ايه لون المعدن؟ ما هي التربه فيها معادن، ما هيك؟ هي التربه فيها معادن، انت بالمنطق يعني لما بتصير لون المعدن احمر شو يعني؟ من الحراره يعني، من الحراره. لك لا يا اخي مو بالحراره، لما المعدن يصير احمر شو بيصير؟ الحديد لما بيصير احمر شو؟ ما في يعني انت... من النار يعني، النار اشتعل. ما بتشوفه هو بتلاقيه مأكسد الحديد؟ في عليه اكسيد؟ مأكسد؟ اي صح. صح؟ اي صح. صح. بيصير اسمه اكسيد الحديد الثلاثي، هذا اسمه يا محمود. يلا هارد لك ولا يهمك. بسيطة يا عم، قرب لك اياها اكثر من هيك، قرب لك اياها، ما بقدر. يلا مستمعينا كمان بناخذ اتصالين جداد، بدي اقول مرحبا لابو النور. انور مساء الخير يا انور، كيفك؟ الو السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته يا انور، اهلا وسهلا فيك. حبيبي جاهز يا انور؟ مشترك جديد انا من بابل. والنعم منك، اهلا وسهلا فيك، والنعم من اهل بابل كلياتهم، تحيه لالهم. يلا يا انور يلا شوي دير بالك علينا بالاسئله. يلا فورا تكرم شاورك. نعم. يلا 100 دولار يا انور قول ستوب. ستوب. وسريع انت تختار. انت اختار يا انور باي فئه اسالك. انت اختار، انت اختار سؤالك باي فئه. يا ريت أسئلة بها خيارات يعني ما في عندي ولا سؤال في خيارات، هي طبيعة برنامج الخزنة إنه هذا البرنامج بلا خيارات، هو للعباقرة فقط. للعباقرة. يلا أنور شو حبيبي بشو أسألك؟ أسئلة دينية. ما في عندي أسئلة دينية، ما عندي فئة أسئلة دينية، عندي فنون، عندي أدب، عندي معلومات عامة، عندي علوم، عندي جغرافيا، تاريخ، رياضة، سرعة بديهة، شو بدك كمان؟ هذول كلياتهم موجودين عنا، شو بدك أنت قلي؟ معلومات عامة؟ معلومات عامة. طيب أوكي تكرم شواربك. يلا السؤال اللي لك يقول، ما هي العملة الرسمية يا أنور في دولة أستراليا؟ بشو بيتعاملوا بأستراليا؟ اليورو. بيتعاملوا باليورو، متأكد؟ بليان. بليان؟ أيوة. طيب عظيم، لو ضليت على اليورو كان لسه أفضل يعني، بس إنه الفكرة أستراليا، أستراليا هي قارة لحالة حبيب قلبي يعني، عرفت شو؟ هي بتتعامل بالدولار، الين بيتعاملوا في باليابان. يلا هارد لك يا أنور. ما هو الطائر الذي كلم سيدنا سليمان؟ ما هو الطائر الذي كلم سيدنا سليمان؟ أكيد فيكم تبعتولنا يا على تطبيق راديو الغدو عبر الأسماس لو سمحتوا، حتى تربحوا معنا جائزة 10,000 دينار عراقي مباشرة على الخط مستمعينا. كل ما كترتوا رسائل كل ما بيزيد فرصكم الربح أكتر وأكتر وأكتر، وما تنسوا أنه أولا وأخيرا أنتوا الرابحين. أوكي يلا كمان في معي أيضا اتصال، معي إيهاب. مرحبا إيهاب وألو. ألو جود مساء الخير. مساء النور، شو أخبارك يا إيهاب؟ منيح كلك حبيبنا يا إيهاب. ويلا إيهاب نستمع قديش في معك بالخزنة. وهسه الخزنة بيها. نعم
$500. يا سلام، يلا إيهاب قول ستوب. معلومات عامة. معلومات عامة، اوكي. يا ريت جود بالعملات، الأنظمة، العواصم. طيب، شاطر بالعملات؟ عملات، العواصم. شاطر بالعملات؟ إن شاء الله. بس مو صعب. ما طلع بوشي عملة. ما بعرف إذا صعبة بالنسبة لك ولا سهلة، ما بعرف. اوكي؟ يلا اوكي. يلا اوكي، سؤالي لك. ما هي عملة دولة بنغلاديش؟ بنغلاديش، يعني هاي أصعب سؤال طيب والله عطتك مثل ما أنت بدك. يعني الدينار؟ لا، هي اسمها تاكا، تاكا البنغلاديشي. يلا هاتك ولا يهمك، بسيطة يلا ولا يهمك. يلا معنا اسمين على فكرة، اسمين من الأساطير الحلوين كتير. عنا علاء، مرحبا يا علاء. ألو، مساء الخير. كيفك يا علاء، شو أخبارك؟ الحمد لله تمام. يلا يا علاء، هل أنت جاهز؟ جاهز إن شاء الله. يلا. وهسه الخزنة بيها $200. يلا علاء، $200 قول ستوب. أنت تختار. أنت اختار يا علاء، بشو سألك؟ سرعات بديهة. سرعة، أو شو والله فايت هيك بعزم والله. سرعة بديهة، يلا أوكي. سؤالي لألك يا صديقي، جاهز؟ جاهز. علاء، سؤالي لألك يقول، بس وطيني صوت الراديو جنبك لو سمحت. أوكي. ما هو ترتيب حرف N في الأبجدية الإنجليزية؟ يلا بدها سرعة بديهة. 14. أحسنت، برافو عليك يا عيني يا عيني، يلا برافو عليك. بس صوت الراديو بدك تنصيلي على الأخير. راح أطلع برا لو سمحت. يلا علاء، جاهز؟ جاهز. يلا علاء قول ستوب. تاريخ. أوهو تاريخ، حلو. يلا جاهز يا غالي؟ جاهز. التاريخ، سؤالك يقول يا علاء، جاهز ولا لا؟ جاهز جاهز. يلا اوكي، انت بتسمع ببركان فيزوف؟ لا والله ما سمعان فيه. مو سمعان فيه، فهذا بركان مشهور جدا جدا جدا. هذا لما ثار البركان دفن تحته مدينة كاملة. بدي اسألك، ما هي المدينة التاريخية الشهيرة التي دفنت تحت حمم بركان فيزوف عند انفجاره في القرن الأول الميلادي؟ يلا بومبي. برافو عليك بومبي، برافو عليك. يلا منيح، جوجل عم يساعدك، برافو عليك. يلا برافو عليك، خلاص ليك هي هلا بينت هلا القصة. يلا اوكي، السؤال الثالث علاء، يلا يلا. فنون. فنون، جاهز؟ جاهز. يلا اوكي، يلا لحق لحق. ها اوكي، من عندك يسجل. يلا لحق لحق لحق، جوجل يسجل الصوت. اوكي، لا لا ما يسجل. يلا يلا برا اوكي، والله برا. يلا يلا حبيبي، يلا اوكي، يلا جاهز يا غالي؟ جاهز. يلا اوكي، سؤالي لألك يقول، من هو الروائي البريطاني؟ ماشي يا حسن؟ ماشي. جاهز؟ عفوا علاء، جاهز؟ جاهز جاهز. صاحب كتاب لماذا أكتب؟ يلا لحق لحق لحق. شكسبير. شو اسمه؟ شكسبير. هو جورج أورويل. هارد لك يا علاء، يلا ما لحق لك يا جوجل. فظاعة فظاعة هالجوجل. علاء، المرة الجاية انت ممنوع تدخل بقى على المسابقة، ممنوع ابدا تدخل على المسابقة يا علاء، انا اسف جدا، ولكن هناك من يستحق ان يكون من العباقرة. انا اسف، اللي بيشتغل بجوجل انا اسف، دي استبعده بشكل كامل، بعتذر. اوكي مستمعينا، كمان في معي اتصال جديد معي حسن، مرحبا يا حسن، كيفك؟ مرحب، حياك الله استاذ جورج. شو اخبارك، تمام؟ يسلمك ويحفظك. اهلا وسهلا، يسعد لي اوقاتك. يلا يا حسن، هل انت جاهز؟ جاهز. يلا. وهسه
هسه الخزنة بيها أيوة 100 دولار. 100 دولار يلا يا حسن ورستوب. انت تختار، انت اختار سؤالك يا حسن. يلا معلومات عامة. تكرم شواربك على عيني وراسي. يلا جاهز؟ جاهز. سؤالي لك يقول: في أي عاصمة عربية تم تأسيس منظمة الأوبك عام 1960؟ في أي نعم؟ في أي عاصمة عربية تم تأسيس منظمة الأوبك عام 1960؟ ما رح تتذكر، ما رح تتخيل مين؟ مين؟ هي بغداد يا صديقي. هارد لك يا حسن، باي باي. ايضا وايضا مستمعينا كمان، خلونا ناخذ اتصال جديد معي. مروان، مرحبا يا مروان، كيفك؟ مساء الخير جون. مساء الفل والياسمين يا مروان، اهلا وسهلا فيك، كيف الصحه؟ تمام الحمد لله. يلا يا مروان نسمع ضيفي معك بالخزنه. يلا وهسه الخزنه بيها ايوه 200 دولار. يلا مروان ورستوب. رياضة. رياضة، أوكي أوكي. تعرفنا أول سؤال بالرياضة اليوم هذا. أوكي يلا بالرياضة. جاهز يا مروان؟ جاهز إن شاء الله. يلا أوكي، سؤالي لك يقول: ما هي الرياضة التي يستخدم بها المصطلح سلام دانك؟ سلام دانك يعني شو بيقولوا؟ أي رياضة بيقولوا هذا المصطلح؟ بكرة السلة يا صديقي. سلام دانك بيضربوا بفوتوا الطابة بالسلة وبيضربوها، بتمسكوا فيها هيك، بتعلقوا فيها، عرفتها؟ تحية لك يا مروان. بناخذ كمان اتصال جديد معي. سعد، مرحبا يا سعد، لو تشوفك. شلونك حبيبي؟ تمام تمام الحمد لله. جاهز يا غالي؟ جاهز ان شاء الله. يلا وهسه الخزنة بيها 100 دولار. 100 دولار يلا يا سعد. قول ستوب. انت تختار، انت اختار يا سعد. والله اليوم يسهلكم اياها كتير حسام. يلا رياضة كمان. رياضة لك تكرم شواربك. يلا اوكي، اي نادي بتشجع؟ برشلونة. نصعب لك يا كان السؤال. نصعب لك السؤال. صدق بتشجع برشلونة حتى بعد ما ترك ميسي؟ حتى ما ترك. طيب بتشجع برشلونة واحد ميسي حاجة بقى. يلا سعد. لا عم بمزح، رح سهل لك السؤال، عم بمزح مشان ما تفكر انه انا غريمك، مع انه انا غريمك يعني. هلا يلا اوكي، سؤال هو نحكي عن الاسبان ولكن بكرة التنس، بس توقع سؤال سهل رح يكون بالنسبة لك. سؤالي لك يقول يا سعد: من هو لاعب التنس الاسباني صاحب لقب ملك الملاعب الترابية؟ ايه هو ريالي محمد مسيكا. على الثاني مين شو قلت؟ ما يجي على البالي، نسيته. رافائيل نادال، نسيته. ايه ها راحت عليك يا ابو السعود. ما يجي على بالي. لا لانك برشلوني. باي يا سعد. ايضا وايضا مستمعينا بدي اذكركم بس بالتواصل معنا عن طريق تطبيق راديو الغد، فيكم تبعتوا المئات لا بل الالاف من الرسائل، في حال حبيتوا كمان تبعتوا لنا وتربحوا معنا 10,000 دينار عراقي مباشره على خطكم مقدمه من راديو الغد. وسؤال حلقتنا رح نسمعه من عند حسام، واكيد فيكم تبعتوا لنا اياه عبر الاس ام اس وعبر تطبيق راديو الغد، بس تطبيق راديو الغد تبعتوه مجانا اوكي، ما بتدفعوا ولا دينار. تفضل حسام. يلا مستمعينا رح نتابع ايضا معكم باتصال جديد معي. اسمر يا حبيب القلب، اسمر يا شو بيقولوا يا شيخ الاشبهية، كيفك يا اسمر؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. شلونك الزاد؟ تعرفها انت لسميرة توفيق؟ لا. بتغني لك، بتقول اسمر يا شب المهيوب كرمال عيونك راح دوب. يلا اوكي يا ابو سمير، جاهز يا اسمر؟ جاهز. يلا يا اسمر وهسه الخزنة بيها. يلا يا اسمر 200 دولار. أسمر 200 دولار ونستوب.
ايوه روح رياضة. روح يا ابو سمير رياضة. جاهز يا غالي؟ جاهز. سؤالك يقول: شاطر بكرة القدم؟ شاطر كرة القدم يا عيني عليك، والله انت ملك ملك يا أسمر. يلا أسمر، سؤالك يقول: ما هو منتخب كرة القدم الإفريقي الذي يلقب بالنسور الخضراء؟ النسور الخضراء أو بالنسور الخضر؟ إيه؟ ساحل العاج. يا عيني عليك، شو بيلبس ساحل العاج؟ يعني توقعي شو بيلبسوا ساحل العاج؟ بتعرف شو بيلبسوا؟ يلبسون خضر. لا، بيلبسوا أورانج وأبيض، برتقالي وأبيض يعني. المنتخب اللي هيك كلياته بتحسه انه مثل النسور بيلبسوا اخضر باخضر، مين هو المنتخب؟ مين؟ جنوب افريقيا. جنوب افريقيا بيلبس الوان شيء 5-6 الوان مع بعض. ايه المنتخب الافريقي بيلبس اخضر، مين هو؟ ما جاد جربالي. تسمع بنيجيريا؟ نيجيريا. يا عيني عليك، جوابك صح. بس بعد شو؟ يلا هارد لك. جوابك صح، جوابك صح يا جورج. مو هو يلا اوكي. مساء الخير لسلمان. الو يا سلمان، كيفك؟ السلام عليكم. وعليك السلام يا سلمان، شو الاخبار؟ ان شاء الله تمام. والله بخير. شلونك حبيب ولا حبيبنا؟ اهلا وسهلا فيك يا سلمان. جاهز يا ابو السلم؟ لا لحظه بس، انا عندي سؤال قبل ان شو هو السؤال اللي حبيبي. السؤال انا حبيت يعني اسلم عليكم. ايه. وبالنسبه اكثر المشتركين اللي يتصلون عليكم. إيه؟ اكثر الناس محتاجين. نعم. يعني بالحقيقه احسك انه تفرح يعني من واحد يخسر منهم. انا بخسر؟ انا بفرح لما واحد بيخسر؟ تفرح من واحد يخسر، وهي شنو الجوائزكم كلها يعني قليله جدا. شباب يعني مقارنه بالدول الخليجيه ودول العالم. ايوه. برامجهم آلاف الدولارات. صح. ويفرحون ويسهلون للعالم، أنت تصعب. بالعكس، إذا واحد يعني قبل شوية يعني اتصل أو بحث بجوجل يعني يمكن حتى ادت له بعد النوبلات اتصل. طبعاً أكيد. بتعرف ليش؟ بتعرف ليش؟ بتعرف ليش؟ لحظة شوي، لا لحظة لحظة، أنت حكيت. أنا دوري إنه جاوب هلا، تمام؟ أيه؟ هذا أيه؟ البرنامج من أول ما طلع من سنة ونص لهلا هو شو اسمه؟ الخزنة، شو بعدين؟ العباقرة. برافو عليك، للعباقرة فقط. في برامج سخيفة، الواحد بيروح لعندها وبتربح مئات الآلاف من الدولارات. روح لعندها، فيك تربح إذا بدك، فيك تتصل فيك، وفيك تبعت. لحظة شوي، لحظة حبيبي، لحظة شوي حبيبي، لحظة شوي. أنا مو محتاج الحمد لله. لحظة شوي سلمان، أنا هبدا شارك الفكرة. إيه أوكي، أنت متصل مشان تحكي هذا الكلمتين، وأنت عم تتصل مشان أنا أحكي كلام. أنت حكيت هذا الكلام، أنا بدي أحكي كمان، ما هيك؟ طيب. اوكي تمام. طيب. كلياتنا محتاجين، وكلياتنا هذا البرنامج اول شيء ما انه خيري، ثاني شيء ما عم يقدم شيء لوجه الله تعالى. ثالث شيء مين بيفرح؟ مين هو اللي بيفرح؟ تضحك. انا بطبيعتي بضحك حبيبي، انا بضحك. انت بتسمعني بهذا البرنامج، ما تسمعني بغير برامج. تحياتي كل المشاهدين طبعا. خلصت؟ خلصت. شكرا يا سلمان، تحية كبيرة لك ويسعد لوقتك. ناخذ لقمان. مرحبا يا لقمان. الو الو، مساء الخير. كيفك يا لقمان؟ كيف الامور؟ تمام الحمد لله. اهلا وسهلا، يسعد لوقتك يا لقمان. هل انت جاهز؟ جاهز. يلا يا لقمان نسمع عليك. معك بالخزنة، وهسه الخزنة بيها 500 دولار. 500 دولار يلا يا لقمان. قول ستوب. معلومات عامة. يلا يا لقمان، معلومات عامة. جاهز؟ جاهز. يلا يا غالي. المعلومات العامة يقول سؤالك: ما هو أكبر تطبيق من حيث عدد مرات التحميل على بلاي ستور في عام 2019؟ أكثر برنامج تحمل على البلاي ستور بعام 2019؟ أبو شو هو؟ أبل؟ لا، هو الواتساب يا لقمان. تحية كبيرة لك. طبعا سلمان أنا أخذت اتصال بعدك لأنه صاروا ناطر على الهواء، صار له كتير. أنا رح رد عليك أنه أنت بتقول أنا بضحك لما بيخسروا.
هذا أول شيء كلام مردود عليك وأنا ما رح رد عليك بهذا الموضوع، لكن لما بتكون الإجابة مضحكة أكيد الواحد كلياتنا مضحك، وأكيد أنت بتضحك ببيتك ما هيك؟ لما بتحكي بالشرق حد بيرد لك بالغرب، لما بتقله شو هي الدولة بأمريكا اللاتينية بيقول لك روسيا، أكيد بتضحك، يعني بتضحك مو بتضحك عليه، بتضحك على الإجابة أكيد ما هيك؟ نحن أقل من الناس، مشان تكون بالصورة نحن أقل الناس، يعني أنا ما بسمح لحدا يهين أي حدا على الهواء مباشرة، فما بالك مقدم البرامج، ما هيك يا سلمان؟ يا ريت توزن كلامك تاني مرة بدك تحكي، وشكرا لك. أكيد رح ناخد كمان اتصالين جداد مستمعينا، بس استنوا قبل ما ناخد الاتصالات الجديدة خلونا أذكركم بالتطبيق. مثل ما ذكرت لكم انه فيكم تبعتوا قد ما بدكم الرسائل عبر طريق تطبيق راديو الغد، وعن طريق الرسائل ما تنسوا رح تربحوا مباشرة 10,000 دينار عراقي على الخط على الموبايل مباشرة. ناخد فرح. مرحبا يا فرح، كيفك؟ السلام عليكم. اهلا يا فروحة، كيفك؟ الحمد لله. قد ايه عمرك يا فرح؟ والله 12 سنة. مين في جنبك عم يساعدك؟ ماما. تحية أكيد للوالدة. يلا فرح، جاهزة أنت والوالدة؟ إيه نعم. يلا فرح. وهسه الخزنة بيها 100 دولار. 100 دولار يا فرح. يلا قولي ستوب. أنت تختار. أنت اختاري يا فرح. كرتون. كرتون، سمعت حسام؟ يلا جاهز؟ يلا أوكي. إيه؟ الكرتون من عند حسام رح تسمعي، بدك تقولي لي هذا الكرتون شو هو. أوكي يلا. جاهزة فروحة؟ إيه؟ يلا يا فرح. شو فرح؟ هلأ إذا ما عرفتي أنت أكيد الماما رح تعرف. لك صح، برافو عليكي. افتح يا سمسم أبوابك يا عين عليكي. يلا اوكي، هي اول سؤال صح. السؤال الثاني، لا ما اقضيك الافلام كرتون اليوم. معلومات عامة. معلومات عامة. شو بدي اسألك بقى هلا هون؟ بقى فتنا بالغميق، فتنا بالصعبين بقى. المشكلة يا فرح، ما بقدر انا هون اسهل لك وما اسهل لك وكذا الى اخره، بس ما بعرف انا ماما قديش عندها معلومات لحتى تقدر تجاوبك. اوكي اوكي ان شاء الله. طيب يا فروحة، فرح يا فرح، سؤالي لألك انت والماما، ما هي العملة الرسمية لدولة لوكسمبورغ؟ ما هي العملة الرسمية لدولة لوكسمبورغ؟ الين؟ شو وصلتكم انتو الين اليوم؟ شو وصلتكم انتو الين؟ الين بس باليابان يا جماعة، بس باليابان هي اليورو. هارد لك يا فروحة. يلا ما بقي معنا كتير وقت، شو في معنا كم اتصال حسام؟ يا معنا زياد، مساء الخير يا ابو الزوز، كيفك؟ زياد، زياد يا زياد، الو الو اسمعك. شلونك يا زياد، كيف الامور؟ ما شاء الله الحمد لله بخير حبيب حبيب القلب، أهلا وصلا فيك. يلا أبو الزوز جاهز؟ نعم جاهزون. يلا يطلق حسامو. يلا 500 دولار. يا عيني يا أبو الزوز 500 دولار. يلا أبو الزوز قول ستوب. جغرافيا. جغرافيا جاهز؟ جاهز. يلا جغرافيا، سؤالك يقول بتسمع بجبال الانديز او الانديز؟ الو بسمع. اوكي عظيم. سؤالي لك يا زياد، كم عدد الدول التي تمر بها سلسلة جبال الانديز؟ هلا اذا بتقلي اعطيني اجابة واحدة اقل او اكتر من الاجابة اللي عندي اياها بحسب لك اياها صح. انا سنة الدول. خمس دول؟ ثلاثة. قلت لك أقل أو أكثر، وحدة. أنا بصامحك بوحدة، بس هي 7 دول، يعني لا قريبة لا من هون ولا من هون. هارت لك يا صديقي، تحية من القلب لك. يلا يلا يلا، أوكي، اليوم لا يوجد رابح معنا للأسف للأسف للأسف، ولا بأي دينار وأي دولار عفوا، بس دينار أكيد رح يكون في معنا رابح، ولكن من هو؟
هلا اللي بعت لي اسمه انه ابو كذا ما رح، انا اسف اسمك مستبعد لانه اسمك نحن لازم يكون عندنا الاسم الثلاثي زائد رقم التليفون او رقم الموبايل لحتى نربحك الجائزه. يلا نسمع مين هو الفائز ب 10,000 دينار عراقي. القرعه تقول مستمعينا ان الفائز او الفائزه هو احمد طارق ذنون. مبروك يا احمد، ربحت معنا 10,000 دينار عراقي. مبروك، ربحت معنا مباشره على خطك، رح يوصلوك بعد الحلقه مباشره. نضحك ولا بلاها مشان ما يفكرونا شم تاني انه ضحك انه فاز معنا. شكرا اكيد لكل الاصدقاء اللي عم يتابعونا في كل مكان وفي كل زمان، تحيه كبيره اكيد لكم. موعدنا معكم بيتجدد يوم الثلاثاء المقبل اذا الله راد بالخزنه. خلوكم معنا واسمعوا سؤال الحلقه اللي رح ينذاع اعتبارا من يوم غد لحتى تجاوبوا عليه، وكل ما بعتوا اكثر واكثر واكثر كل ما بيوصلكم اكثر واكثر واكثر. وشو بنقول لكم، اسمكم يدخل بالقرعة أكثر وأكثر. شكرا لحسام، تحية كبيرة لك حسامو، وهذه تحية مني أنا جورج غرام، كنت معكم إعدادا وتقديما. إلى اللقاء. الخزنة مسابقة للعباقرة فقط.